لماذا لم يكشف النقاب بعد عن الذهب الأسود؟ هل ممنوع على اللبنانيين أن يعيشوا في رخاء وسخاء وبحبوحة؟ هل استخراج النفط والغاز يعكر صفو النسيج الطائفي في لبنان؟ هل يصبح لبنان بلد البترودولار؟ أين لبنان من الذي يحصل في المنطقة النفطية؟ هل مازال لبنان قادرا على اللحاق بركب القطار وحجز مكان له فيما يجري حوله من حراك بترولي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط؟ هل سوف يسارع في إطلاق قطاع التنقيب والاستكشاف والعمل على اجتذاب شركات النفط العالمية التي تملك الخبرات التقنية والملاءة المالية للاستثمار في المياه البحرية اللبنانية؟ أوليست جريمة كبرى أن نبقي موضوع وجود النفط والغاز في لبنان أمرا سريا لا يجب التعاطي معه؟ هل هناك إرادة من أجل إخفاء موضوع البترول؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة نستضيف معنا اليوم الدكتور توني عيسى رئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين، أهلا وسهلا فيك، والأستاذ مالك تقي الدين مدير مركز أبردين للنفط والغاز، أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبلش حلقة نتوقف مع ريبورتاج صغير. في بترول وفي غاز وممنوع استخراجه من وراء السياسيين، لا يتفقوا بيستخرجوا لأنه بدهم حصص. في بترول وغاز بلبنان ممنوع استخراجه، شوفوا شو بدهم بالدول العربية. في بترول وفي غاز وفي كل شيء، زعما عندنا بده حصصها وكل واحد بده ياخذ حصته، مشان هيك طمعانين. ما مش عم بخلوهم يطلعوا، ما ممنوع، بده يستخرج كله. بتشوفهم علقانين على التلفزيون وما في شيء، كل شيء مختفي، بس يتفقوا بيطلعوا. السياسيين ممنوع مشان ياخذوا الحصص، لانه النواب والوزراء ما بخلونا نعيش. لان في سرعين حراميه بده كل واحد ياخذ لجايبته. لا بدنا نسدد ديوناتنا. لا بدهم يطلعوا. بنسدد ديوناتنا وبيبقى عندنا اضافه كمان. بس يصير في شيء نبيعهم نستفيد، منجيب مصاري ومنسكي. ليش لتعيش؟ هذا بده وقت ليسدده ديوناته. لا بنسدد اذا في غاز بترول. فالج ولا تعالج، في بترول بس عمري 40 سنة بعد ما استخرجون، بيجي ابني وابن ابني ما بيستخرجون. بنسددهم بس قيمة السرقة. رح نصير نعيش مثل طابور قطر ودبي وهيك الأرض. رح نبلش معك دكتور تون عيسى، أهلا وسهلا فيك. موضوع قصة الاستخراج النفط وثروات لبنان الطبيعية، يعني هذا أنا يعني بمعرفتي هيك يعني عندي شوية اطلاع، من الخمسينات، من 55 في عالم جيولوجي مهم جورج رينوار بفتكر إجا على لبنان وقال إنه شم الريحة، ونحكى كتير عن سحمر ويحمر، ونحكى كتير عن حاصبية وعن الميتان الغاز، هالإخبار كلها سوا، وكأنه هناك قدرة قادر، يعني ثروات لله بالنهاية وهبنا إياها. إذا على الساحل السوري في غاز أو في ما بعرف قديش في كميات، لماذا يحرم لبنان من هذه الفضيلة الإلهية؟ هل هناك أول شيء خبرنا شوي شو قصة نحن متجهين إلى ثروة نفطية أو بس كلام معسول لأكثر الأقل؟ لا خلينا نكون يعني أكيد متفائلين بهالموضوع. اليوم ما كان يحكى ويشاع بالخمسينات لغاية 2008 2009 2010 كان يمكن كان فينا نحطه بإطار التكهنات او الدراسات او الافكار اللي هي غير مثبتة. نعم. علميا، ولكن انا بعتقد اعتبارا من 2010 الموعد اللي صدر فيه يعني قانون الأنشطة البترولية مراسيم يعني قانون النفط، ما يعرف قانون النفط والغاز في لبنان. هالقانون صدر من بعد ما سبقوا مجموعة من الدراسات والمسوحات الجيولوجية يلي أكدت على أنه في احتمالات جدية لوجود مخزونات تجارية قابلة للاستغلال من النفط والغاز بمياهنا الإقليمية اللبنانية. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة أكيد في معوقات ما تزال تحول دون أنه هي توصل. ما طبيعة المعوقات هذه؟ هلا المعوقات هي يعني هي في معوقات بشكل عام، يعني كان في معوقات طابعة بالإجمال طابعة
مرتبط بالتوافق الداخلي حول هالموضوع. نعم. ومش هناك نسميها بين مزدوجين المعوقات ذات الطابع السياسي أكثر ما هي معوقات ذات الطابع القانوني أو التقني، لأنه هذا الموضوع القانوني والتقني استكمل وأنجزت مبدئيا كثير من المراحل يلي هي بتأسس أو بتهيئ أو بتحضر لأنه لبنان يدخل من الباب الواسع إلى أن يكون دولة نفطية، وعم بتواكب بشكل علمي ومنهجي وتقني صحيح المسألة. طيب لماذا طال الأمد؟ يعني عم نحكي من الخمسينات وفي خبرات كتير، اجت خبراء كتير حكيوا، لماذا تم طمس هذا يعني هل لبنان اليوم مغيب عن يعني الاهتمام العالمي بالنفط وبالغاز؟ اهتمام مش بس مرتبط بلبنان، هالدولة الصغيرة. نعم. هناك اتجاه عالمي منذ الخمسينات والأربعينات، اجت أمريكا واجت هالدول النفطية الكبيرة تدخلت، ليش ما بتتدخل بلبنان؟ شو السبب؟ لا لا، هلا الموضوع اختلف. يعني هي اذا بدك بلشت بال2008 لما انعملت دراسة أمريكية لكل الحوض الشرقي البحر المتوسط، حيث تبين هي هيدي المؤسسة الأمريكية عملت هالدراسة وتبين انه بهالحوض في مخزونات، وهذا كمان ارتبط بموضوع تقدم التكنولوجيا اللي كمان ساعد على انه يصير في إمكانية لاستغلال الغاز من الأعماق. بتعرف بالخمسينات ما كانت التكنولوجيا مماثلة لليوم، الميتان اللي كان يبين على البر اللبناني ما كان يبين بكميات تجارية قابلة للاستغلال، والغاز طبيعي ما كان كمان سلعة مثل ما هي اليوم على بذات قدر الأهمية، لأنه نحن صار في إمكانية لاستغلال الغاز الطبيعي والاستخدامه بطاقة مثله مثل النفط. وبالتالي اليوم المرحلة من بعد ما بلش، يعني من بعد ما تم اكتشاف المخزونات كبيرة من الغاز بهالحوض الشرقي البحر المتوسط وخاصة بأبروس وبإسرائيل وبسوريا مثل ما كنت عم بتقول، فلبنان هو جزء من هيدا الحوض، وبالتالي المسألة باتت على أخذت على محمل الجد، واليوم نحن بمرحلة جديدة وفيها أمل كتير كبير أنه نحن نتحول إلى دولة نفطية. ممتاز. أستاذ مالك تقي الدين، أهلا وسهلا فيك. هل بما أنه حضرتك مدير يعني مركز أبردين للنفط والغاز، ونعرف الانجليز اهتماماتهم، يعني انا مؤخرا كمان 2006 اجوا سبكتروم الانجليز وقتها اللي عملوا بفتكر الاونشور وعملوا الاوفشور. هلا قديش هالمخزون نحن اليوم، ما بدنا نفوت كثير بالفيجرز بالارقام، يعني يمكن الارقام تكون متفاوته، وهيدي الثروات المكنونات الطبيعيه اللي الله خلقها ما فينا نحدد نحن ارقام اليوم. اجوا انا اللي بعرفه اكيد بدك شيء رايي يمكن هلا، انه الدوله اللبنانيه لم تدفع فلس واحد، انه اخذت هالشركات العالميه اللي عم نحكي عن سبيكتروم هي على عاتقها هي عمليه الاكسكافيشن تنقيب عن ان كان اونشور ولا اوفشور. طيب وشوي خرجوا مثل ما بيقولوا هيك بخفيه حنين من هالبلد، شو السبب؟ يعني لبنان اليوم نحن هناك وعود رح تكون بمحلها، ولا هيك مثل ما قلنا كلام معسول؟ نعم. بشكرك على استضافتك. اهلا وسهلا. نعم، يمكن هذا الموضوع لنشرح بس صحيح ليش اجوا الشركات سبكتروم واللي ذكرتهم شركة تانية، شو الشغل اللي عملوه وليش بطلوا هلأ موجودين، وليش عم بيتم في جولة ترخيص هلأ وناطرين بآخر السنة يصير في شركات جديدة، شو الفرق بيناتهم؟ هي الحقيقة انه هالشغل اللي عملوه الشركات الأولية متمم للشغل اللي بده يجي، أو شغل أساسي قبل يتم استتباعه بالتنقيب. الشركات اللي اجوا لحديت هلأ سبكتروم عملوا شيء بسموه مسح جيولوجي. المسح الجيولوجي بالبحر يعني تقطع باخرة بتزت وراها انابل صوتية، هذه الانابل الصوتية بتنزل على قعر البحر وبيصير فيها لها ترددات، اكيد بتلتطم بالصخور وبترجع الترددات تبعها. هالباخرة بتلتقط الترددات وعلى نتيجتها بتقدر تعرف شو نوع الصخور اللي موجودة بقعر البحر، وبتعرف على اي عمق موجودة هالصخور. النفط والغاز بالمبدأ مفروض يكون موجود بنوع صخور معين، أوكي، وبنوع بشكل صخور بيكون بطريقة معينة. فالصخور نحن موجودة عنا 100%. نحن اللي اكتشفوه سبكتروم والأمريكان وغيره الدراسات اللي تمت هي إنه في صخور بالمنطقة عنا، كل المنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لميلتنا، انه في صخور ممكن تحوي في عندنا نسبه كبيره من النفط والغاز، ولكن لنقدر نكتشف اذا مزبوط هالاحتمال صحيح بده يتم حفر ابار. لحديت اليوم بعد ما صار في حفر ابار بالبحر اللبناني، فالشركات اللي بدها تجي هلا باخر السنه اللي بده يتم توقيع عقود معها
إذا كان كل شيء ماشي مزبوط. هيدي الشركات رح تكون مسؤوليتها اختيار الأماكن اللي رح يتم فيها حفر أبار للتأكد إذا هل احتمالات والصخور اللي تم اكتشافها هل مزبوط بتحتوي نفط وغاز. في شغلة إنه نحن بالنهاية سبكتروم أو غير سبكتروم هولي في داتا بيس، في قاعدة بيانات بالنهاية، وعندك فيجرز، عندك أو عندك ريدينجز عم بيعملوا عم بيقروا. طيب الهدف الأساسي يعني إنه ليش عم بيتخبى عن الموضوع، يعني إنه أنا مش عم بفهم، يعني كمان حضرتك لأنه كمان محامي من ناحية قانونية مراسيم تطبيقية عملت إيه أو لا، أي وحدة. اثنين، اليوم إذا في تندر في هل الشركات الكبيرة مثل بريتش بتروليوم، مثل إكسون موبيل، مثل شيفرون، مثل هل الشركات الضخمة جدا، طيب ليش عم بيتأخر؟ يعني نحن قلنا هلا بين مزح وجد قلنا 11 12 سنة ونقعد قدهم يمكن بعد. من ناحية تطبيقية مراسيم عم نحكي عنها، في شيء معقول؟ نعم، يعني أسئلتك أستاذ مشروعة جدا، والشعب اللبناني عنده هالأسئلة وبده يسأل وبده يعرف. رح جاوبك بس ما بدي أبين إنه عم ندافع عن طرف سياسي، احنا عم نحكي بشكل واضح موضوعي علمي، وهذا شو اللي موجود به على الأرض. نحن عم نتابع كنا هالملف مع الدكتور عيسى من أكثر من 5-6 سنين. اللي صار إنه المراسيم التطبيقية صدرت، يعني القانون اللي صدر بال 2010 كان في نص على انه يتم اصدار من قبل مجلس الوزراء حوالي 27 او 28 مرسوم تطبيقي. اكترية هالمراسيم التطبيقية تم اصدارها من قبل مجلس الوزراء على عدة مراحل تبع. ونحن هلا بمرحلة صار الهيكلية موجودة، وهالمراسيم اضافة للقانون موجودين اكيد بشكل علني لانه تم نشرهم بالجريدة الرسمية، واكثر من هيك حتى في الهيئه المنظمه للقطاع، هيئه اداره قطاع البترول، هي الناظمه نعم، عندها ويب سايت وناشرين حتى كل المراسيم، وحتى ناشرين بعض الخرائط ومعلومات مهمه عن هالامور. فاللي بده يطلع ممكن يطلع، ولكن مثل ما تفضلت في صعوبه تقنيه، اذا شخص ما عنده خلفيه بهالموضوع يقدر يفهم القوانين وتفاصيلها. يعني كطرفة انه بمجلس النواب حتى بس انطرح هذا الموضوع بعض النواب بيلاقوا صعوبة انه يكونوا محيطين بكامل جوانب القطاع. طيب بس عفوا، بس انه نحن مش عم نحكي عن الشق التقني اليوم، نحن بنعرف في هذا الشريط لبنان ليس يعني لا عندك مش عم بحكي عن المخزون، انا عم بحكي انه حتى علميا وفكريا نحن ما فينا نعمل شيء. يعني في حضور لهالشركات الكبرى اللي هي بدها تقوم بالشغل، يكفي الدولة اللبنانية انه تطبق المراسيم وتعمل استدراج عروض جوا الشركات. يعني انه بمصر مؤخرا سمعنا بمصر انه بلشوا كمان صحيح استحداث مناطق جديدة فيها غاز وفيها بترول. انا قبل ما اختم معك لانه راجعين للموضوع ذاته، هل نتجه نحن فعلا الى يعني هل سوف يكون لبنان بؤرة نفطية بهالمنطقة أو لا؟ حسب المؤشرات اللي موجودة بما فيها الاكتشافات اللي تمت بالمنطقة المحيطة، في احتمال كتير كبير انه يكون في اكتشاف غاز بالدرجة الأولى، واحتمال أصغر شوي انه يكون في اكتشاف بترول. جوابا كمان على سؤالك، انه هو بالخمسينات وبالستينات كان التنقيب على النفط التنقيب فقط بالبر، يعني حفر 6 أو 7 أبار بالبر. ومثل ما تفضل الدكتور توني عيسى انه بوقتها ما كان عندهم الامكانيات التقنيه انه يحفروا بالبحر، واصلا سعر البترول كان منخفض ما بيبرر هالتكاليف الباهظه بالتنقيب على النفط بالبحر. هلا نحن بلبنان عندنا كخطوه اولى تنقيب عن الغاز وبدرجه تانية النفط بالبحر، وبمرحله لاحقه 2-5 سنين محاولة التنقيب عن النفط بالبر. أوكي، ممتاز. دكتور تون عيسى، بدي أرجع معك لأنه حضرتك رئيس لجنة الطاقة. نعم. أو يعني بنائب محامين. عم بحكي بالضابطة القانونية، أنا الضابطة القانونية اليوم. في بيروقراطية، في بيروقراطية. يعني ليش عم تتأخر؟ مثلاً القوانين حاضرة ناضرة بقول بالعامية. شو المشكلة؟ خبرنا في شيء مشكلة من قبل المحامين، يعني شو اللي عم تقوموا فيه فعليا كرئيس لجنة؟ الاسم يعني الاسم يوم توني عيسى انه رئيس لجنة الطاقة بدكاترة المحامين، وين الدور السيادي
بموضوع النفط بنقابة المحامين؟ هلا اكيد نقابة المحامين هي عملت هاللجنة يلي دورها انها اول عندها دورين كان عند الدور الاول هي انه تهيئ مجتمع المحامين والحقوقيين بشكل عام حول ما ينتظر لبنان في حال يعني هالمسار النفطي اخذ مدى، وبالتالي ما كان نحن لبنان ولا مره كان دوله نفطيه بالسابق، وبالتالي كان في حاجه انه يكون في تهيئه للمحامين وللمجتمع الحقوقي انه نعرفوا على هالعالم ونقول انه هذا سوق جديد واعد للمحامين ولكل اللي بيشتغلوا بالمجال القانوني. والدور الثاني هو كان نقابة محامين هي مرجعية وطنية، وبالتالي دورها كمان مثل ما عم بتقول انها تكون ساهرة على حسن تطبيق القوانين وتتأكد من انه هالملف الكبير وغيره من الملفات الكبرى يلي بالبلد انها تكون تتسم بكل يعني معايير الشفافية والوضوح وما يكون ولا يشوبها او يلتبسها ما يمكن ان اي شكوك بهالمجال. بالنص المكتوب برسيم تطبيقي نعم. تتدخل نقابة محامين؟ هلا نحن نقابة محامين في لجنة تشريعية وفي مجلس نقابة وفي نقيب محامين وفي ممثلين للنقابة بمجلس النواب بكل المراحل اللي كانت عم بتتم، وبالتالي في دائما دور استشاري ودور ابداء رأي. نعم. ونقابة محامين وقعت ايضا مع هيئة ادارة قطاع البترول اللي هي الجهة المولجة بتنفيذ او متابعة ملف التنقيب عن النفط والغاز مذكرة تفاهم، بموجبها النقابة كمان عم توضع لجنة الطاقة واللجنة التشريعية فيها بتصرف هالهيئة لتساعدها كمان في بالنسبة لموضوع التشريع. نعم. ولكن الموضوع يعني مثل ما كنت عم تقول قبل شوي، الموضوع يعني هالملف بهالحجم منه موضوع قانوني وتشريعي وتنظيمي، موضوع تقني، هو موضوع كبير يحتاج الى توافق كبير، وبالتالي يعني ما كان يعوق انه هالمسار يعني يمشي مثل ما لازم بالفتره السابقه هو انه كان في ما كان في واضح انه في نوع من توافق او تفاهم بين كل المكونات وكل الاطراف السياسيه حول هالملف. نعم بس عفوا بس يعني بالملفات الساخنه اللبنانيه نحن الامنيه واللوجستيه وقصه الحدود، يعني نحن اخر شيء اتفقنا وصلنا الى كومبرومي بين بعضنا ب 16 طائفه بهالبلد هالمزيك الغير قابل للحياه بطبع معين، انه النفط بالنهايه بتعملنا بالسلولار بالخليوي فينا، انه ليش بدنا نتاخر بعد؟ هو تاخر هالملف 3 سنين على الأقل لأنه كان في مرسومين ضروري يصدرون مجلس الوزراء يلي بيسمحوا بأنه نطلق عملية المزايدة الأولى. نعم. مرسوم تقسيم البلوكات وحصلت المزايدة وعندنا كمان الموضوع الثاني هو له علاقة بإقرار دفتر شروط وغيره من الأمور. فاليوم من بعد ما صار في انتخاب لرئيس جمهورية وصار في حكومة جديدة وانطلقت عجلة الدولة بما يعني مبين أن الأمور رايحة بالاتجاه الصحيح، فنشأ مناخ ملائم. وكانت هي إذا بتتذكر أول جلسة من جلسات العهد لمجلس الوزراء حيث تم إقرار الرزمة من القرارات والمراسيم يلي هي متعلقة بهذا الموضوع، وأطلقت يعني كانت هي إشارة الانطلاق لهالملف. فخلينا نكون كمان اليوم موضوعيين، فينا نقول أنه هالمسار أخذ مسار النفطي أخذ يعني انطلاقة جديدة وجدية اعتبارا من بداية هيدي السنة 2017. نعم. وفي جدول زمني وضعته وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول بموجبه حصل عملية إعادة تأهيل مسبق للشركات يلي ما تم تأهيلها قبل، يعني رجعوا فتحوا المجال لإعطاء فرصة جديدة لمزيد من الشركات أن تتقدم من هيئة إدارة قطاع البترول من الوزارة لتتأهل لتشارك بالدورة المزايدة الأولى. هيدي العملية تمت وتم إضافة حوالي 8 شركات إلى اللائحة اللي كانت أصلاً تم تأهيلها بال2013، وبالتالي صار عنا نحن هلأ مروحة واسعة جداً من الشركات العالمية يلي أبدت اهتمام جدي بأنها تشارك، وهيدا كمان شغلة كتير مهمة أنه يكون كبرى الشركات العالمية أخذت دفتر الشروط وأبدت وأهلت نفسها، اخذوا دفتر الشروط طبعا وصاروا هني هلا بمرحله دراسه الموضوع جديا، لانه بحكم الجدول الزمني اللي وضعه مجلس الوزراء ووزاره الطاقه بايلول موعد 15 ايلول هو الموعد الاخير للشركات يلي تاهلت انها تقدم عروضها لهيئه اداره قطاع البترول لتدرسها، حيث ك
كمان بحسب الجدول الزمني ذاته انه اعتبارا من 15 او 17 20 الاول هو الموعد يلي بده يبلش فيه وزير الطاقه يوقع مع الشركات اللي راح تفوز بالمزايده اللي راح تحصل. فبالتالي نحن اليوم عندنا خريطه الطريق شبه واضحه. طيب شو دور قبل ما اختم معك الفكره الاولى، شو دور الهيئه الناظمه؟ حكى كثير كوتا طائفيه ويعني وزعنا الحصص. نحن الهيئه الناظمه وين عم بيكون الى انت يعني وين عم تتدخل فعليا وعمليا وميدانيا؟ لا هي الهيئه الناظمه هي نص عليها القانون يلي صدر 2010 يلي هو انشاها، بعدين صدر مرسوم انشاء او تسميه اعضاء او توزيع المهام. في حضور فعل لها يعني؟ هلا طبعا مثل كل شيء بلبنان يعني توزيع الاعضاء اللي فيها هو تم على اساس طائفي. نعم. والرئاسي فيها عم بتتم كمان على اساس مداوره كل سنه. نعم. فهلا بس هيدي اللجنه هالهيئه يلي مؤلفه من مجموعه من الخبراء يلي هن عندهم يعني قدر عالي جدا من الخبره والتقنيه العاليه بهالموضوع لعبوا دور كثير كبير بهالمرحله. انا بقدر اقول انه نحن صحيح ضيعنا شوية وقت، لا قدرنا امنا توافق او مناخ سياسي سمح بانه نرجع نوضع الملف على طريق الصحيح، ولكن بهذا الوقت كان في شغل جدي. يعني مالك بيعرفه وكل اللي مطلعين على الملف النفطي بيعرفوا انه هيدي المسألة ما بتصير هيك، يعني لازم يكون كان لازم يسبقها كتير من التحضيرات. يعني هاللجنة عملت المراسيم التطبيقية، حضرت دفاتر الشروط وكتير من الارضية التنظيمية والتشريعية والتقنية اللازمة يلي ساعدتها، يعني دورها هي عم بتواكب هالملف وتآزر وزير الطاقة ومجلس الوزراء والدولة اللبنانية بأنه هالموضوع يتم، لأنه ما فيك كمان إذا عم تتعاطى مع شركات عالمية أنه يكون لازم أكيد. يكون المحاور انترلوكيتور معه هني كمان ممتاز. عندهم ذات القدر من الاختصاص والمعرفة العلمية. أوكي دكتور طارق أرجع معك، بس خليني أختم الفقرة الأولى. أستاذ مالك تقي الدين، عم تشتغل يعني مركز الإبردين كمان مركز نفط وغاز وهو عنده الخبرات، الشركات الضخمة جدا لها باع طويل في الخليج وهن كانوا من الأوائل مع الأمريكان اللي ساهموا باستنباط هالثروات النفطية. شو بقولوا لك يعني شو رأيهم؟ هل لبنان واعد مستقبل واعد رح ندفع المصريات الدين العام إيه أو لا؟ نعم، يعني في عندك دليل إذا بدك مؤخرا شفناه بإسرائيل. نعم، إسرائيل حاولوا مؤخراً يصير في جولة تراخيص لتنقيب عن النفط بالبحر عندهم، وصار تأجيل لها الجولة التراخيص بإسرائيل لحديت هلأ صاروا مأجلينها مرتين، والسبب هو عدم الاهتمام من الشركات الكبرى بإسرائيل. بعض الخبراء بيفسروا عدم الاهتمام بإسرائيل أنه الشركات حاب يكون عندها مركز بلبنان ومنشان هيك ما عم بيفوتوا بجولة التراخيص بإسرائيل، وهذا بشكل غير مباشر بيدل أنه في اهتمام كبير باحتمالات يكون في بترول وغاز بلبنان، ونظراً لموقع لبنان الاستراتيجي أنه أنت إذا اكتشفت عندك غاز بلبنان غير أنه راح تصير تنتج كهرباء بشكل كلفي متدني، ولكن رح يصير عنا إمكانيات كبيرة للتصدير. يعني 150 مليون طن سنوياً استهلاك إحنا فيول بلبنان، 9% يمثل يعني 9% من مصروف الأسرة. صح. يعني بتحس هالمخزون هيدا. نعم. رح وين ممكن يساعدنا لبنانياً؟ بشكل أولي بعد ما يتم اكتشاف الغاز لنفترض. حكماً خلال سنة سنتين بعد الإنتاج مفروض لبنان يكون كامل إنتاجه للكهرباء، صارت عنا معامل على الغاز. نعم. هذا أول شيء. بتكون خففت عجز مؤسس كهرباء لبنان اللي هو قدام مليارين دولار بالسنة العجز الحالي، هذا بتكون خففته على الدولة. يعني غير ما تدخل الدولة اللبنانية من النفط والغاز رح تكون بلشت تخفض مصاريف اللي عم تتراكم، والجي دي بي رح يعلى، الناتج القومي رح يعلى. إنتاج الغاز حسب التوقعات اللي موجودة حالياً، التوقعات اللي هي متحفظة إنه على الأقل رح يكون عندك غاز إذا بس عم تستعمله الكهرباء بضاينك 100 سنة بلبنان. يعني لبنان بيريح راسه على 100 سنة بموضوع الكهرباء، هذا بيكون شيء جيد جدا. إضافة لهالشيء رح يكون عندك صناعات بتنشأ بلبنان بتستعمل الغاز، بتستعمل البترول والمواد البترولية لتصنيع، وكلفة الإنتاج بتقل. صحيح. الصناعة المحلية كمان، فهذا كله رح يكون عنده تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني وعلى
على الشعب اللبناني انه نحن قديش في في مهله زمنيه بتحس يعني فيك فيك فينا نقول اكسبكتيشن توقعاتنا ما بعرف سنه سنتين ثلاثه يعني ولا يعني بقول لك سنتين ثلاثه بيكون عم ببيع حكي نعم بدنا نكون واقعيين نحن لازم نطلع على 7 سنين ل10 سنين يعني بين 7 سنين ل10 سنين ليكون بلش صار عنا انتاج بس نحن على السكه صحيح هيدا اذا هالسنه بلشنا بمعنى انه تم توقيع عقود هالشركه اللي بدها تجي تبلش تنقب عن النفط على الاقل بدها سنه سنتين لتكون اتمت حفر الابار اذا طلع في اكتشاف غاز مش دغري بنبلش ننتج اذا كان في اكتشاف بدها كمان فتره سنه سنتين ثلاثه للتحضير تحضير كل هالارضيه والانابيب والبنى التحتيه للانتاج وإضافة لهالشيء يكون في كمان تصدير يعني كيف بده يكون في اتفاقيات يعني مثلا إسرائيل أخذت معها وقت كتير الشركات اللي عم تشتغل بإسرائيل ليلاقوا السوق كيف بدهم يسوقوا الغاز اللي طلع ويعني شفنا صار في عقود مع السلطة الفلسطينية مع الأردن لمعامل غاز معامل كهرباء في لوبي عفوا في لوبي يحكي انه في لوبي عالمي اليوم تكون لبنان دوله سياحيه هيك هامشيه ما تقربوا عليها في لوبي اليوم يمنع تدخل الشركات في لبنان في قضيه مخفيه يعني مش عارفين فين احنا بستبعد انه الشركات نختم اليوم معروف نختم بستبعد انه الشركات تخضع على هيك ضغوطات اللي ممكن يخضع على هيك ضغوطات هو اطراف سياسيه ممكن تتاثر بضغوطات بس كون عم تحكي بالشركات الشركات بس تحط لها الأرضية الملائمة القانونية وتقول لهم تفضلوا ما راح يستجيبوا لضغوطات دولية أو إقليمية ممتاز أعزائي المشاهدين بريك صغير نرجع معكم بحلقة الذهب الأسود هل الإنجيل يعاش بزمن العلمنة والإيديولوجيات المدمرة؟ هل من جواب؟ فكر وقرر. برنامج مع الأب بولس مارديني الخميس 8:30 المساء بتوقيت بيروت 5:30 GMT مباشرة على دلال ميار ونورسار. قصور تاريخية جمعت بين الأصالة والعراءة والتميز منزورها سوا ومنتعرف عليها وعلى جذورها وعلى العائلات اللي بنتها وسكنت فيها من خلال البرنامج الوثائقي جذور وقصور كل خميس 10 المساء بتوقيت بيروت 7 GMT على تليل ميارو مرسال. الحياة مليئة بالتناقضات، أفكار الناس عديدة والإشكاليات اليومية كبيرة، بس يسوع شو بيقول؟ ما هي الحقيقة الواحدة وما هو التعليم الصحيح؟ خليني حدك مع الأب جوزيف سلوم. نحن عارفين ان نحن مرسلين في قلب العالم، بحذر كونوا كالخراف بين الذئاب. كل يوم جمعة 8:30 المساء بتوقيت بيروت 5:30 GMT مباشرة على تليل ميارو نورسات. ولد اللي بيعمل سبار فيه يركز أكتر وبيكونوا بالصف وبالمدرسة عندهم قدرة ليركزوا أكتر من الولاد اللي بيقعدوا كل وقت إذا بديك على التلفزيون. على الأهل إنه يهتموا أكتر بتكون تغذيته سليمة ومتوازنة. يلي عندهم مشاكل بالعمود الفقري أحلى شيء السباحة. الفترة يلي لازم يتعرض فيها الشخص حتى ياخد فوائد الشمس بلا ما ينضر منقدر انه هي بين 10 ل 15 دقيقه بكل الطفرات. ما في شيء بيمنع الحمام عند الولد. ضروري هالولد يتعرض حتى يصير في عنده مناعه. كيدز دكتورز خميس 6 المساء بتوقيت بيروت 3 GMT. السجود القرباني من الأراضي المقدسة سبت 11 المساء بتوقيت بيروت 8 GMT.
أعزائي المشاهدين نرجع معكم مع ضيفينا دكتور توني عيسى والأستاذ مالك تأيدين. أهلا وسهلا فيكم دكتور توني. في شغلة بما أنه كمان إلك باع بموضوع يعني البنزين الداخلي والاستيراد يعني كمان عندكم شركاتكم الخاصة، بدي أسألك. أنا عم بقول كنت قبل شوي أنه 9% 9% من مدخول الأسرة مصروف البنزين، مثل ما حكي كمان أستاذ مالك تأيدين، وين بتحس أنه إذا هل هناك يعني في قبض نحن اليوم من حديد، يعني بدنا نكون قاسيين شوي ونقول يلا خلينا نتكل على الله ونستخرج هالنفط؟ يعني انت مؤمن تون عيسى اليوم بكل ما هيك ما تمتلك من خبرات كمان قانونيه وغير قانونيه، مؤمن انه نحن متجهين الى دوله نفطيه على حنساعد هالناس؟ يعني عمر طويل عريض مش عم نقدر، ما في خلاص بكره وبعد بكره، شو رايك؟ هلا شوف الموضوع منه يعني الجواب عليه منه بسيط. نعم. بكتير دول، في أمثلة كتير دول بالعالم تمتلك أو تحتوي على ثروات نفطية كبيرة كان النفط فيها، وأنت بتعرف أنه هو نقمة، مش هناك نسمع أنه نعم. هالنفط اللي يكون نعمة أو نعم. نقمة نعم. ففي احتمال دايما في أي دولة بالعالم أنه الثروات اللي فيها تكون هي من الأسباب الأساسية ل توترات سياسية ثورات ولا حروب ولا فساد ولا يعني ولا ويلات، وبالتالي بهالحالة ما بقى فينا نحكي عن ثروة نفطية بدها تعود بالفائدة أو بالخير على البلد يلي هي بتكون موجودة فيه. وفي أمثلة كمان كتير بالعالم حيث أنه الثروات النفطية اللي فيها كانت هي إذا أحسن استغلالها واستثمارها بشكل صحيح وبطريقة رشيدة إنه هالأمر يؤدي إلى يعني عملية نهضة اجتماعية اقتصادية واسعة جدا، وبتقدر تنقل البلد من مكان إلى مكان آخر. كل يعني مشان هيك نحن بلبنان نحن بدنا نختار شو بدنا، يعني إذا كان طبعا هلا نحن عم نحكي سمك بالبحر بعد ما في شيء، مثل ما قال الأستاذ ملك نحن بحاجة نحفر الأبار ونتأكد إنه في عندنا مخزونات يمكن استغلالها تجاريا، لانه اذا تبين انه هالمساله يمكن تاخذ وقت لنتاكد انه عندنا غاز، انه هالغاز فينا نستخرجه، اذا استخرجناه له ثمن فينا نبيعه ونعمل مداخيل. اذا تبين انه هذا الشيء صحيح وحقيقي وواقعي من هون ورايح صار في كمان واجب على الدوله اللبنانيه، لانه الموضوع هو في له شق قانوني وتنظيم، انه القوانين بتحط الاطار العام ولكن اليوم بيبقى العبره في التنفيذ في التطبيق في كيفيه التعاطي والمقاربه مع الملف. الارقام انا بهمني كمان للناس يطلعوا، عندك فكره ليش يستورد لبنان مثلا فيول بالسنه جروسو مودي طريقه هيك؟ هلا نحن خلينا تقريباً نميز بين الـ يعني الـ الغاز الـ نحن عندنا تقريبا الفاتوره النفطيه هي تقريبا حوالي بين القطاع الخاص والقطاع العام حوالي 7 مليون طن بالسنة. نصهم عم بيكون تقريبا بين الديزل اويل والفيول اويل يلي بيروح تقريبا تلتين من هالكمية لكهرباء لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية، وفي كمان تلت من هالكمية بتروح لتوليد الطاقة من خلال المولدات يلي موجودين بسبب ساعه التقنين يلي عم نحكي موجود. مع استهلاك الناس للفيول للسيارات نعم. بس انا عم نحكي عن فيول اويل وعن ديزل، عن مواد مكرره نعم. بينما بموضوع الثروه الغازيه يلي موجوده بلبنان اللي عم نحكي عنها اليوم هي عم نحكي نحن عن غاز طبيعي، يعني عم نحكي عن مصدر مصدر طاقه اخر مختلف. مش هناك اليوم عم نحكي اكثر واكثر اليوم، والدوله اللبنانيه وزاره الطاقه عم بيحكوا عم يبلشوا يفكروا اكثر هن وعم يحضروا المصانع الجديدة لتوليد الكهرباء إنها تكون كمان تشتغل على الغاز الطبيعي وتشتغل كمان على الفيول تحضيرا استباقا، لأنه للمرحلة يلي إن شاء الله لبنان بيستخرج فيها الغاز الطبيعي وبنقدر من خلال الكمية اللي بنستخرجها ومننتجها من مياهنا الإقليمية نقدر نستعملها لتوليد الطاقة بالداخل. نعم. هلا اذا طلع عنا وفر كبير من المخزون النفطي او الغاز، عم نحكي نحن في فتره نحكى بالربط السداسي ونحكى بقصه استجرار نعم. الطاقه صح. حتى يمكن نحن فينا ننتجر أكيد. فينا ننتجر اليوم ابروس يعني ماضيين بارتناريا، اذا طلع عندهم كمان هلا يعني محلات أكيد. جديده للنفط كمان بدهم يصدروا لاوروبا،
وممر يعني لبنان كمان بموقعه الجغرافي منه كتير عاطل بهالناحية هيدي. بنظرك يمكن كمان ما عندنا أرقام مثل ما قلت حضرتك، بس إنه هالمخزون هيدا رح يكون عندنا فائض ولا بس يكفي للاستهلاك المحلي؟ يعني إذا أخذنا على سبيل المقارنة يعني ما تم اكتشافه في إسرائيل أو في قبرص أو حتى بمصر، يعني بكل هالمنطقة اللي هي محيطة فينا، إذا بدنا نخدها بس هيك بشكل مقارن، منقول إنه أكيد تم اكتشاف يعني مخزونات لا بأس فيها بتمكن لبنان مثل ما كان عم بيقول الأستاذ مالك لا بالحد الأدنى إن يعني تخدم الحاجة أو الطلب الداخلي من النفط لي أو الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما القسم الأكبر يلي هو ممكن يكون 70 أو 80% منه هيدا بده في إمكانية جدية لتصديره. اليوم الغاز الطبيعي في له أسواق جديدة اليوم ما كانت موجودة بذات الطريقة قبل. في هلا أكيد في نوعين من التصدير للغاز يلي ممكن يصير فينا، فيها تتم من خلال تصدير من خلال مد أنابيب لغاية 10 أو 15 كيلومتر لدول ممكن توصل، يعني هيدي طبعا بدها تتم بموجب اتفاقيات، يعني هالبرتوناريا هيدي مع هالدول المجاورة. نعم. يعني بيصير في كيف نحكي بالعولمة اليوم، العولمة الكونية الإلكترونية كمان، يعني في برتوناريا بده مضى اتفاقيات ومواثيق جديدة مع هالدول. أكيد، لأنه بيكون ساعتها إذا تبين أنه في كميات فينا نصدرها لبرا هون صار في حاجة، لأنه ما فينا نقدر نصدر من خلال المد الأنابيب إلا من خلال توقيع أو إبرام معاهدات مع دول أخرى مشتركة معنا، لأنه بدك كمان في عندك مصدر وفي عندك مستقبل متلقي اللي هو بده هو يستثمر. تسقط الحدود الهيك النفسية مصطنعة بنظرك؟ هلا هون ساعتها مشان هيك عم نقول هذا الملف لأنه كبير هو بحاجة لتوافقات كبيرة لنتعاطى معه على أساس أنه هو ملف مهم جدا لمستقبل لبنان. بهالمعنى لازم يكون في وعي بإدارة هالملف من قبل السلطة السياسية المولجة بإدارته، مش انت كمان نقدر نستفيد منه للأجيال القادمة، خاصة انه اليوم بموضوع الغاز كمان بلش يتحول الى سوق جديد بيشبه سوق النفط، يعني الخام البترول الخام، بحيث انه صار في وسائل تكنولوجية تسمح بتصدير الغاز الطبيعي عبر البواخر، يعني من خلال بعد تسيله. فهيدا الشيء كمان يعني ما كان موجود بالسابق، ممكن يتوفر بشكل على نطاق واسع بالمستقبل، بشكل انه اذا ما قدرنا امننا امكانيات لتصدير الغاز من خلال يعني تسليمه من خلال الانابيب. نعم. فكمان في امكانيه لكمان لانه لتعاقب، بس طبعا هيدي كلها من صور محكومين ولا حكمين، يعني بيقولوا اليوم كل دوله تدخل الحرم النفطي اذا جاز التعبير بصفي محكوم اليوم باتفاقيات وما بيعود في استقلالية. هل الثروة النفطية اللي مقبل عليها لبنان سوف تقيده ولا لا كمان؟ لا بالعكس متحرر. لا بالعكس، هذه بالعكس، يعني لبنان لما بيكون عنده ثروة يعني وعم بيتفاوض ليبيع جزء من هذه الثروة ليستفيد منها هو بيكون بموقع قوي. نعم. بشرط انه يكون عنده اكيد اولا لازم الملف يتسم بالشفافية وما يكون في أجندات مخفية تحت هالقصة. وآخرين بعين يعني واضعين نصب أعيننا، يعني المسؤولين اللي بدهم يديروا هالملف لازم يكونوا واضعين نصب أعينهم مستقبل لبنان ومستقبل الأجيال القادمة. هناك القانون بيحكي عن صندوق سيادي، كل العائدات اللي ممكن تجي من هالثروة بالمستقبل لازم توضع بهيدا الصندوق، ورح يكون في له قواعد خاصة وصارمة جدا بالتصرف بهالأموال مشان تكون عن جد العائدات كلها للخدمة العامة لنضمن انه ما تروح الاموال على خزينة الدولة بالطرق التقليدية اليوم وبعد كم سنة تختفي. وبعدين نصير انه عم نقول وين راحت الثروة النفطية، ساعتها افضل تبقى الثروة النفطية بمثل محل ما هي اليوم. انت متفائل بهالمد والجزر النفطي في لبنان؟ متفائل؟ انا صراحة متفائل، متفائل بحذر نكون كمان يعني دقيقين بالتعبير. التفاؤل يشوبه الحزن. أنا متفائل لأنه نحن لأول مرة من وقت ما انفتح الملف لليوم في عنا استقرار سياسي أو واقع أو أرضية سياسية تسمح بأنه هالملف ينطلق بشكل صحيح. ولكن يعني إن شاء الله ما يكون هالمناخ الإيجابي يعني ما يكون يعني يكون عامل مسهل
وشفاف لهالموضوع، ما يكون في صدام داخلي، لا ما, لا ما يكون كمان يعني توافق على اقتسام الجبنه بهالقصه، على اقتسام يعني انه ما نقول انه نحن متوافقين، ولكن متوافقين على انه نمشي هذا الملف على الطريقه اللبنانيه بشكل انه كل واحد بده ياخذ يشوف وين بده يامن حصته فيه. ممتاز. اذا حتى توافق بدنا اياه اكيد، ولكن لازم يكون هذا التوافق هدفه هو تسهيل هيدا الملف والانطلاق وإدارته بطريقة شفافة بعيدة كل البعد عن الفساد أو أي شبهة تسمح بأنه ممتاز. نقدر نستثمره ونستغله، لأنه بالآخر نحن بدنا نتفاوض مع دول لنبيع الثروة، بدنا نتفاوض مع شركات اللي بدها تستكشف وتنقب وتنتج، فبدنا نكون كمان نحن بموقع مش ضعيف، بدنا نكون بموقع قوي، بدنا نكون بموقع قوي، بدنا نكون شفافين محايدين، معنا مصالح معنا أجندات. أوكي استاذ مالك تأكيدين، بدي اسالك هالباك جراوند الشركات اللي عم بدها تقدم على التندر، شركات ضخمه جدا اليوم محليا، نحن في رجال اعمال كثير نحكى كثير انه هذا مساهم هذا مش مساهم، هذا له ضلع بهالشركه ما له ضلع، وين اين تكمن القوه، قوه الشركه عم بحكي من ناحيه الباك جراوند الخلفيه العلميه وضعف الشركه، هل هناك من شركات محليه لبنانيه ممكن تفوت بهالتندر، ولا خلينا نبلش مع الخبرات الاجنبيه يعني الى حين وصول الى خبرات محليه؟ نعم مثل ما تفضلت يعني كان في ادراك بالدوله اللبنانيه كان من مجلس النواب ومن الحكومات المتعاقبه انه اي عمل للتنقيب عن النفط بالبحر اللبناني يتطلب خبرات جدا مميزه ومرتفعه منها موجوده بكل الشركات، يعني حتى بالشركات العالميه مش كل الشركات عندها المؤهلات اللازمه للقيام بهيك نوع اعمال، خاصه وانه بالبحر اللبناني هو في عنا عمق كثير كبير، يعني عشان المشاهدين يعرفوا هالبترول يمكن يكون موجود على عمق 3-4 كيلومتر، يعني بدك تنزل 4 كيلو، اول شيء بدك تنزل 1500 متر لتوصل لقعر البحر وترجع تحفر كيلومتر ونص او 2 كيلومتر لتوصل للبترول، فهذا الموضوع بيتطلب خبرات معينة. فوقت صدر القوانين والمراسيم التطبيقية لمراسيم تأهيل الشركات المسبق تم وضع شروط جدا قاسية ولا قاسية بموضوع التأهيل، اللي أولا للشركة تكون هي شركة مشغلة، يعني هي عم تشتغل عم تحفر إلى آخره، مفروض يكون حجم الممتلكاتها الأسيتس 10 مليار دولار فيها تكون بالعالم، يعني مش ضروري شركة واحدة، يكونوا جروب كومبانيز. وإذا بدها تكون شركة غير مشغلة، يعني شركة ضمن المجموعة ولكن غير مشغلة، لازم يكون حجم الأسيتس تبعها 500 مليون دولار. ماذا تقصد بغير مشغلة؟ عادة تتجه هي بتكون مشغلة، يعني مش هي الإدارة وهي التنقيب وكل شيء، كيف بدها تكون مشغلة وغير مشغلة؟ صحيح. اللي النص الموجود بالقانون اللبناني بالقانون 132 من 2010 فرض انه اي عقد بده ينمنح للتنقيب عن البترول واستخراج البترول يجب ان يمنح لمجموعه شركات متحالفه كونسورتي متحالفه من بعضها لا يقل عدد الشركات اللي فيها عن 3، يعني مفروض يكونوا مينيموم 3 شركات، احدى هالشركات الثلاثه هي بتكون المشغل، هي اللي عم تشتغل، الشركاء البقيه الاثنين او اكثر بيكونوا شركاء في الاموال، بيشاركوا بحصتهم من التكاليف وبياخدوا بالأرباح، وبيكون كمان عندهم خبرات تقنية، بيكونوا عم بيشاركوا بالقرارات، بيكونوا يشكلوا بين بعضهم هالكونسورتيوم مجلس إدارة، كل القرارات المهمة اللي لها علاقة بالتنفيذ ترجع على مجلس الإدارة. أستاذ مالك على سبيل المثال فيك تسمينا، مش عم نعمل دعاية لحدا، الشركات اللي شاركت أو المفترض انه تشارك؟ نعم، هن الشركات مثل ما تفضل استاذ دكتور عيسى كتار، يعني في اكثر من 40 شركه على مثال على سبيل المثال، يعني الخاصه منها الشركه الفرنسويه توتال، منها شركه اكسون موبيل، منها شركه شيفرون، منها شركه اني، منها شركه يعني شركات، اذا بدك نكون ننظر للموضوع بشكل اخر، اكثريه ساحقه من الشركات العالميه الكبرى مهتمة بلبنان أو على الأقل قدمت تأهلت بشكل مسبق بلبنان. هلأ بدنا نشوف خلال هالسنة أي من هالشركات هي راح تتقدم وتشارك. سألتني عن موضوع الشركات اللبنانية،
غير الموضوع المالي يعني هالأسيتس يكون عندها 500 مليون دولار ولا 10 مليار دولار، في شركات بنية عندها إياها يعني بس ما عندها الإكسبرتيز، لازم يكون عندها كمان مؤهلات تقنية. يعني حتى ولو شركة عندها 500 مليون دولار مفروض يكون عندها أوبريشن أويل أند غاز أوبريشن، مفروض عندها عمل بترول يعني بشركة بيكون في تاريخ يعني. تاريخ هيستوريك تاريخ بيكون، فمش تكون شركة مؤسسة جديد وما عندها التاريخ حتى ولو عندها 500 مليون دولار. هناك شركات لبنانية تعمل في الخليج، تعمل يعني خارج القطر اللبناني، في عندها المؤهلات. في بعض الشركات، ما أكيد ما عندي اطلاع أنا على المؤهلات اللي عندهم. في شركة على الأقل عندها خبرات من ناحية الكونستراكشن البناء، وفي قطاع النفط والغاز، فيمكن هذا الموضوع يأهلهم. ولكن الهدف إنه مع الوقت الشركات اللبنانية أول شيء تبلش تدخل في إطار الخدمات النفطية، لأن يعني الشركات اللي راح تأخذ هالعقد، هالعقد الأساسي مع الدولة اللبنانية، هذا العقد راح يكون في تحته عقود من الباطن subcontracting خدمات العلاقة بالنقل، العلاقة بالحفر، العلاقة بالسكن، بالمنامة، بالأكل إلى آخره، وشركات الهندسية، شركات القانونية إلى آخره. فكله هذا أمور أكيد الاقتصاد اللبناني رح يستفيد منها، حتى ولو ما في شركة لبنانية على هي المسؤولة، هي الأوبريتر، هي المشغل. في شغلي هوني على قصة الأوبريتر، يعني في شيء بوست ما بعد العملية استخراج النفط، المانجمنت، يعني عملية المانجمنت. عادة الشركات بدك تعرف كيف بدك تبيع، كيف بدك تشتري، هذه واحدة. اثنين، هوني السؤال يسأل كمان اليوم كيف بيصير، يعني إذا لقوا شقفة أرض عندي أنا فيها بترول، ما بعرف، أنا سؤال يسأل تاريخيا، إنه مين اللي بياخد مصريات، مين بياخد النفط، هذا البرسنتج المحصص كيف بتصير؟ نعم. الدولة تملك. هلا نحن بما أنه عم نحكي عن البحر، وهذا جولة التراخيص الحالية والقانون اللي صدر ب 2010 هو فقط للبحر، بما أنه ما في ملكية، أكيد ما في ملكية خاصة في خاصة البحر، نوع العلاقة رح تكون بين الدولة والشركات هي نوع من شراكة. بها الشراكة الشركات هن اللي بيتحملوا المسؤولية الخسارة. يعني فرض أنه نحن صار في عملية تنقيب عن البترول، تكلفت الشركة 300 مليون دولار لحفر بير بترول، واكتشفوا أنه هالبير فاضي، ما طلع فيه بترول لا نفط ولا غاز. مين بيتحمل هالخسارة 300 مليون دولار؟ اللي بتتحملها هي الشركات الخاصة. ما فيها الشركة تيجي تقول للدولة اللبنانية أنت خسرتيني 300 مليون دولار، هذه الشركات تكون تحملتها. ولكن إذا تم اكتشاف نفط، أول شيء بدها تطالب فيه الشركات أنه تسترد هالتكاليف اللي حطتها، صح؟ الدولة اللبنانية بتجي بتقول لها فيك تسترد التكاليف، ولكن أول شيء بدك تعطيني حصة بسموها الأتاوة رويالتي قبل ما تبلشي تاخدي مصاريفك. تاخد بيكون يمكن 10%، نفترض 10% من إنتاج البترول عم بيروح لدولة اللبنانية، وبتبلش ترجع الشركة بلش تسترد تكاليف، ولكن ما فيها تستعمل طريقة في شيء على طريقة البيوتي. لا، ما في، لأنه أنا شركة عالمية جاية عم بخدم الدولة اللبنانية، أول 5 سنين لإلي وبعدين بنبلش لكم، ولا لا؟ نعم، عقود مشاركة. عقود مشاركة. في واحد يشبهها للبيوتي، ولكن هو رح تكون عقود طويلة الأمد خاضعة على اللي هي العقود اللي اللبنانية رح يسموها البرودكشن شيرينج أجريمنت، عقود المشاركة بالإنتاج. فبتاخذ الدولة هال10% وبتبلش الشركات تسترد، والاسترداد بيكون له سقف سنوي، يعني ما في نستعمله كامل الإنتاج السنوي لاسترداد التكاليف، بياخذوا جزء منه. طرد أخذوا 40% وكانوا أخذين 10% للدولة و40% راحت لتسديد التكاليف، بقى عندك 50%. هيدا ال 50% هي بسموها بترول الربح. هيدا بترول الربح بيتم تقاسمه بين الدولة والشركات. أكيد موجب عقود. يعني الدولة بتاخد حصتها طرد 60% من هال 50%، والشركات بياخدوا ال 40% اللي هي نتيجة هالمجازفة اللي أخدوها وتعويضهم عنها. خلال قراءتك هالشركات اللي قدمت أو أخذت الريكوست فور بروبوزل دفتر الشروط، في اهتمام يعني أنه هلأ إذا واحد عنده معلومة ما في خبرها، الشركات العالمية اليوم في نوع هيك أوقات بيكونوا باطنيين شوية ما بيظهروا، في هل لبنان فعلا دولة يعني في عندها مخزون نفطي؟ على الأرجح بتصور التوجه
انه في احتمال كبير يكون في انتاج غاز بالدرجه الاولى وبالدرجه الثانيه نفط. نعم. طيب دكتور توني، يعني 55 شركه عالميه تجي تاخذ تدفع ثمن دفتر الشروط، بدك كلفته عندك فكره شيء دفتر شروط قديش بدها الكلفه؟ $50,000 انا ما قلت لا مش مشكله، انا مش هنختلف على بس رقم زهيد يعني، مش ومعلوماتي يمكن مش مضبوطه بس مش لا 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 بعتقد لا بكل الاحوال، بس انه بكفي انه يكون في اهتمام، يعني تيجي تقدم ملفاتها صح وللدوله اللبنانيه وتعرض على ان هي مهتمه لتشارك، كلهم من عقول شركات ما بدها يعوقتهم. يعني لو كان في عندهم شكوك كبيره بانه الموضوع ما انه حرزين ما بدها يعوقتهم، بس بمجرد يجي 55 شركة عالمية بالحد الأدنى ياخدوا هالملفات، وهلأ وكلهم يبدوا اهتمام ويبقوا مستمرين بهالموضوع رغم أنه ويتحملوا التأخير والتأجيل المتواصل والمستمر اللي حصل على مدى 4-5 سنين، لأنه أنت بتعرف نحن تأخرنا كتير بهذا المجال، والدولة اللبنانية عطت أكثر من موعد وكل مرة ما يلتزموا فيه. شركات آخر شيء راحوا اشتغل، يعني حشعروا بأنه ما في جدية بإدارة الملف وراحوا أخذوا أشغال غير محل. ولكن رغم كل هذا الشيء بتلاحظ أنه يلي لاحظناه من دورة التأهيل المسبق اللي صارت هلأ شهر من شهرين أنه الاهتمام بعده موجود. بالعكس من الإضافة للأربعين شركة اللي كانوا قبل، في 7-8 شركات جديدة اجت، يعني هذا بيأكد على أنه موضوع جديد. في شغلة كان السؤال بدي أسألك هي أنه اليوم بس تعمل مسح ديجيتايزنج إن كان من يعني من الفضاء أو على الأرض، سمعنا في كتير يعني بموضوع السيادي انه هذه المعلومات هالداتابيز كلها سوا، بتعرف لبنان بما هالمشاكل اللي عندنا سوا وما عندنا ثقه ببعضنا اوقات، في ناس امتنعوا انه من هون بتمر من هون بتمر، يعني بموضوع السيادي بنهايه المطاف بدنا ننهي هاي القصه، ما فينا نضل هيك يعني ان بتوين بالنص، يعني لا فينا نستخرج النفط لسبب او لاخر، مع انه في كتير اهتمام عالمي ونحن كل واحد منا عنده قراءته ومطالعته بهالموضوع. اليوم دكتور توني عيسى، في بتحس في معوقات داخلية أمنية، في هاجس عند الأفرقاء اللبنانيين ولا لا؟ خلص بلشوا هلا في شوية بيروقراطية، ما عندنا شوية بيروقراطية، في تحضير لهالأرضية هذه لأكثر والأقل. هلا بدنا نميز يعني بين التنقيب بالبحر وبين التنقيب بالبر. عم نحكي نحن أونشور. هلا بالشيء اللي له علاقة بالأوفشور البحر. مثل ما قال أستاذ مالك، البواخر هي اللي عملت المسوحات، وهذا الموضوع خاضع لسيادة لبنانية، وبالتالي الدولة هي اللي بتقرر فيه، عندها كل مطلق السلطة فيه. هلا بالشيء اللي بيختص بالبر الموضوع معقد أكثر، لأنه هون المسوحات بدها تتم بطريقة مختلفة، لأنه أول شيء بدها تتم من خلال المسوحات الأولية، بتصير من خلال الجو في طائرات خاصة متخصصة لأنها تعمل هالمهمة ذاتها اللي بتعملها البواخر بالبحر. هلا يمكن لانه بركي عم تلمح على انه في محلات سمعنا انه في هلا تراجعت الشركات لانه هلا لما كانوا عم بجربوا يعملوا السنه الماضيه بعض يعني مسوحات بالبر، اختاروا بعض الخطوط نعم. صار في شويه اعتراض عليها لانه بعتد بمناطق معينه مرتبطه بوضع امني معين او بقصه يعني. انه صار في انه هيدي لها علاقه بمنطقه تابعه للمقاومه او شيء لاخره، يعني صار في تحفظات انه هاي المنطقه ما تقربوا عليها لانه لاعتبارات بتشجع الشركات ولا هيك بتخليها شوي تتراجع هلا هيدا بكير عليها لانه نحن يعني كانوا عم يعملوا بس يعني بالشيء اللي خاص بالبر كان عم ينعمل نوع من هيك مثل بروفا مثل نوع من دراسه اوليه ليشوفوا اذا كان عندنا مخزون غازي ونفطي بالبر شبيه او مماثل لما تم اكتشافه بالبحر. هيدي بعدنا نحن بمرحله كتير بدائيه امبريونير، بعدنا بمرحله اوليه. نحن بمرحله البر صرنا بالبحر صرنا بمرحله متقدمه جدا ممتاز، بينما بمرحله البر الموضوع بعده ببدايته، في مشروع بعد حتى ما صدر القانون يلي بنظم الموضوع مثل ما نظموا بموضوع البحر ممتاز. في مشروع قانون موجود وهلأ هو قيد الدراسة، بس عم بيصير في عملية استكشاف أولي لنتأكد أنه هالموضوع بيحرز نروح فيه أبعد صح. أو لا رح أرجع أختم معك، بس بدي كمان قبل ما ننهي الحلقة نعم. استاذ مالك تقي الدين، الوعود كتير والبلاتفورم الأرضية موجودة وفي نفط طيب. يعني كشاب لبناني محامي وتعمل مع مركز كمان أبردين للنفط والغاز، متأمل
يعني بدنا ننهي الحلقه عبر اسير هالمحطه الكريمه، بدنا نقعد شيء يعني في عندك فيجرز، عندك ارقام وطلع حكينا الصراحه يعني انه هل اللبنانيين رح يرتاحوا ولا رح نبقى كمان عايشين عفوا على الكلمه على الشحيده، لانه احنا فعلا بلد اقتصاده ريعي مش عم نقدر نقلع. نعم قل لي شو رايك بهالموضوع تنختم الحلقه. انا متامل نعم لعده اسباب. اسباب هي بتتعلق بطبيعه وبجداره الشعب اللبناني. نحن بلد بعد ما صار عنده انتاج بترول بموضوع قطاع النفط صار عندنا معلومات بتضاهي معلومات جيراننا والدول العربية. فعندك شعب لبناني بيتعلم بسرعة، عنده نشاط بياخد زمام المبادرة، وعندك مجتمع أعمال جاهز يقوم بهالمسؤولية بشكل سريع. فيمكن فيك تنتظر بشكل سريع بعد 4-5 سنين يصير عندك شركة وطنية للنفط، إذا كان كل الأمور من ناحية ما صار فيها تدخلات سياسية رح يكون عندها التقنيات اللازمة والهيكلية اللي فيها تقوم بشكل استقلالي بلش هي تقوم بالتنقيب. أكيد الشق السلبي والمخاطر كثيرة. المخاطر هي أنه هالمصاري اللي رح تفوت الدولة اللبنانية يتم استهلاكها بمشاريع غير منتجة بس الله عندك ريتور عندك مدخول يعني بيزيد المدخول يعني ما يعني قد ما تكون تداعياتها سلبية بيضل نعم في عندك وفر بالداخل وفر مؤقت يعني وفر مشكلة مؤقت. البترول هو انه ما بتعرف بأي نهار البترول او الغاز بيبلش يخف وبيخلص منا ثروه دائم متجددة منا ثروه متجددة وبالتالي هيدي مخاطر يمكن يضانك 10 سنين 20 سنة ولكن بفترة من فترات بدها تخف. مثلا بريطانيا عم نحكي عن بريطانيا من الستينات بلشوا يكتشفوا بترول هلا وصلوا لمحل انتاج البترول عم بيخف عندهم اوكي سنه عن سنه انتاج عم بيقل وما كانوا عم بيحطوا مصاري على جنب كل المداخيل اللي فتلت لهم البترول على مر 40 سنه صرفوها. بالمقابل عندك دوله مثل النرويج من التسعينات بلشت تحط مصاري على جنب كل المداخيل اللي عم تفتلها من البترول تحطهم بصندوق. هلا مع انه البترول عم بيخف انتاج البترول عم بيخف عندهم ولكن عندهم احتياط على الاقل بيساوي 800 مليار دولار مصاري مدخول اسيتس قاعدين على جنب بيضاينون اكثر من 100 سنه و200 سنه اذا احس. ممتاز. ماذا يعد مالك تقي الدين المحامي اللي بالنهايه لبناني حتى العظم وحتى الصميم، ماذا تعد لبنانيين باخر كلمه لك؟ يا ريت فيني اقعدهم بشيء، ما فيني اقعد شيء. كل اللي بتمناه انه الطبقة السياسية يكون عندها حس بالاكتفاء نعم وفتح المجال امام حتى فتح المجال امام الشباب من الجيل السياسي الصاعد وتغيير هالطبقة كلها سوا لا يشتغلوا بشكل صحيح وعلى الاقل نبيض وجهنا تجاه الشركات العالمية اللي رح تجي ما نحط لها عصي بالدوليب. ممتاز. ويكون في مجال للشباب اللبناني يكون عم يتعلم وينخرط بشغل النفط ويأثر هالقطاع على قطاعات أخرى. ممتاز. دكتور تونا عيسى كلمة أخيرة تنختم الحلقة معك. يعني أكيد برجع أنا بثني على اللي قاله أستاذ مالك بهالموضوع وبقول أنه نحن أمام مفترق حقيقي للبنان لمستقبل لبنان وفي فرصة جدية كبيرة بانتظارنا ولازم نعرف نتعامل معها بالشكل الأمثل. بس بدنا بوت دون بلواي يكون نعرف نستعمل. أكيد. مشان هيك نحن طبعا تجربنا يعني إذا بدنا نطلع كنا عم نحكي عن الإستوريك عن التاريخ الإستوريك مع الطبقة السياسية ما كتير مشجع صراحة. بس نحن كمان بدنا نضل متأملين لأنه بالآخر نحن مسؤولين وكل واحد منا بالموع اللي هو فيه معني إنه يضل كمان عنده هالأمل. نحن بنتأمل إنه هالطبقة السياسية إنه يلي موجود اليوم يلي بدها تكمل بالمرحلة اللي جاية يلي هي مراحل يعني الفترة اللي جاية فترة كتير أساسية لأنه هي بدها ترسم أو بدها تحدد مسار أو مستقبل هالملف. فنحن منحط كل أملنا على أنه يكون في إدارة رشيدة شفافة واعية ومسؤولة لهذا الملف مشان تيكون نفط لبنان هو نعمة للبنان وليس نقمة للبنان. ممتاز. دكتور تونا عيسى رئيس لجنة الطاقة بنقابة المحامين أنا بتشكرك حضورك على أمل لقاء إن شاء الله بلقاءات تانية. أستاذ مالك تقي الدين مدير مركز أبردين
للغاز والنفط. كمان أهلا وسهلا فيك مجددا. أعزائي المشاهدين، من صمد بالثروات البشرية لعقود من الزمن ومن كان نفطه الفكر والقلم لن يفنيه غاز ولن يغنيه ذهب أسود. بتشكركم مجددا على المتابعة، على أمل لقاء بمحطات حوارية تانية. إلكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب التمنيات والسلام.